وصلنا متاخرين خير ما نجوش بكل يعني. ان شاء الله يعني نحاولوا ان احنا نعاونوكم، عارفين ظروف الحياه وعارفين انتم صغار وعارفين الدين، ان شاء الله على حاله. احنا مجلس اداره ولا الاداره التنفيذيه ماهيش قطاع الارزاق، ينزلك مرتبك الاساسي قطاع الاحمر. هذا تكريم خاص بوحده خدمات مهلول اللي فيها وحده الحدائق ووحده الفرش، ايضا مكتب خدمات نالوت بالكامل، معنا وحده وازن ومعنا وحده الغزايه ووحده اولاد محمود مخروف، كل شباب امه ما قصروش الحقيقه، وشعبان مزيد وكل الشباب اللي معاهم، ايمن سعود بطار، سيد عادل اخونا زميلنا، نعرف وعاون في الغفراء وساكن اهلي ورد زبال من الناس الطيبه والمحترمه، ورب يخليه لنا في الشنطه. ان شاء الله ربي يعطيه الصحه ويكون معنا ديما ويكبس أكرم محمد بن داود، محمد عيسى الخنايسي، ونصلحوا السيارات ونقولها باش ما يلوموش علينا ناسنا غادية سهلة. السيد مختار عبد المنعم محمد الخلال كان يجي معاه. عبد المنعم ناس طيبة محترمة اللي اسمه في الكلاب ويشتغلوا، بارك الله فيه، شابوه شابوه محترم جدا. الاحتفالية جت في إطار تنظيم العمل الإداري للسنة الإدارية الجديدة. طبعا من ضمن خطتنا هو الاهتمام بالعاملين والموظفين، حتى على الأقل في الجانب النفسي في شؤون الموظفين. وبدينا بمقر ديوان الشركة، وتوا نزلنا للقاعدة الأساسية للشركة اللي هي الوحدات الخدمية والمكاتب الخدمية والورشة المركزية والمخازن، كل مرافق الشركة إن شاء الله كل يوم على ظروفنا المادية وظروفنا من ناحية الوقت يعني. كان الاحتفال نسبيا كويس وممتاز، وكان في تجاوب من العاملين. هذا العامل النظافة والموظف في مجال النظافة هذا يعني مواطن ليبي، ومواطن يعني يحس وليه مشاعر وعايش في المجتمع وعايش في المحيط يتأثر فيه، يعني هو زي أي مواطن، غلاء المعيشة، ظروف المعيشة، فهو مواطن يعني مفروض الإدارة تهتم بهالجانب للدفع وتحسين معدلات الأداء لهذا الموظف أو هذا العامل في مجال النظافة. أيضا الاهتمام بهم ودفعهم في رفع مستوى الخدمات.